بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكل متابعينا. لف المحركات صراحة موضوع مهم جدا، يعني مو فقط انت تجيب الاسلاك وتقطعها وتحسبها وتخليها بمكانها الصحيح، لا، موضوع صراحة اكبر من هذا. الناس عادة يعني يعرف الأساسيات الأولية وانتهت، يعني ما يحب أن يطور نفسه، وهذا اللي ده اللحظة بعدة مجالات نشوف يقول لك أنا هاي لفيت وانتهت. كل شيء بيه قوانين، كل شيء بيه خطة، بيه طريقة، بيه طرق بديلة. ولهذا أنت إذا ما تعرف الطرق البديلة، ما تعرف التعويض، تعويض الأسلاك، ما تعرف شنو اللي دا يصير، ليش دا نسوي هالشكل، ليش دا نلف، بصراحة راح توقع بمطبات هواية وراح تلقى نفسك أنت ضعيف. الغرض من هذا طبعا هسه الفيديو أنا مو دا علمك اللف، بس أريد أحكي اللي بقلبي بصراحة. أي تفاعلات وياي كلش ضعيفة، يعني تنزل أسئلة لا أصحاب الاختصاص يجاوبونه، ولا أنت تريد تتعب نفسك وتلقى الإجابة. مع العلم يعني هواي تطور الإنترنت بذكاء صناعي، يعني هواي شغلات تقدر تساعدك على هذا الشيء. أسئلة سألناها كلش بسيطة بصراحة، بس ما دلني قالها أجوبة، لا أنا ألقالها أجوبة ولا أنتو تساعدونا. زين، تروح على أصحاب الاختصاص، صاحب الاختصاص عنده أفكار نظرية بس ما عنده أفكار عملية. تلقانا إحنا بين نارين، أن نسمع كلام الشخص الأكاديمي لو صاحب المهنة المتمرس اللي مكتم على المعلومة ما يطيها. زين، الناس بتي تتعلم ومن تتعلم. مع العلم النت تطور هواية وهسه بي معلومات وفيرة، بس بالمقابل ما دنلقى أجوبة لمواضيع بسيطة. ولهذا شوف دائما عندنا إحباطات، عندنا فشل يصير، عدم اللامبالاة، وأحيانا تيجي ببالنا بأنه نترك عملية النشر، لكنه والله العظيم يعني أنا ما أريد أحمد بنفسي، بس كل ما أفكر في يوم ما أريد أترك النشر أجد بأنه شخص يطلع ويكلمني من دول عربية، من العراق، يقول يعني أنا بالنسبة لي تعلمت من عندك المهنة وحاليا معيش عائلتي. زين، وأخير مرة بصراحة قبل 3 أيام شخص أخ سوري حكى وياي بالوقت اللي أنا حضرت 4 فيديوهات أريد أنشر بها قصة خالد المعموري، والفيديو الأخير هو أنهي به عملي وياكم، لأنه بصراحة يصير عندنا احباطات، يعني مو على مود فقرة مشاهدات وشي، لا والله، بس لكنه نشوف الطرف الثاني غير مهتم، هواي ناس غير مهتمة بهذا الموضوع. فأنت لمن تحكي؟ يعني تحكي الناس ما مهتمين، شوية الموقف يصير صعب بالنسبة لي. على كل احنا مو نريد يعني نعظم من نفسنا ونكبر من نفسنا، لا والله، احنا ناس متواضعين، احنا ان وجدنا حتى نخدمكم. زين، بالنتيجة نريد اكو تفاعل، اكو استجابة، اكو ناس تسمعك من تحكي يقول لك والله اي والله هذا الشخص خوش دي يحكي، خلنا نتفاعل وياه. زين، وين راحوا الناس الاكاديميين؟ وين راحوا الناس اللي عندهم خبرة؟ يعني ليش بخلينا وحدنا بالساحة؟ بالعكس، المفروض هم يكونون عون، وإذا ما يريد يظهر أو ما يريد يكتب حتى اسمه يقدر يتصل ونتفاهم، نوقع على الحلول. مثل ما هواي ناس بصراحة يساعدونا بالسر،
اغلب الاجابات يعطونا اياها وهم متمرسين زين. سالنا اسئله الفتره الاخيره قلنا ليش من زيد المكثف يرتفع الامبير، بصراحه ما لقينا جواب وافي، حتى بالذكاء الصناعي سالت بس ما لقينا جواب وافي اللي يوصل مستوى عقولنا ونفتهمه ونقول اي والله صحيح هذا الموضوع زين. سؤال اخر سالنا قلنا ليش من زيد المجموعات، يعني مثلا هذا المطار 4 أقطاب، من نسوي من زيد لثمان مجموعات 4 مجموعات للسرعه، مجرد بس يتخنث المطار يعني قل شويه عزمه زين، ليش ما يصير باعتبار 8 أقطاب وتقل السرعه مالته؟ ايضا ما لقينا جواب لهذا الموضوع، وهواي اسئله بصراحه يعني تعبنا كثره الاسئله زين. تجي انت تسال قال لك والله اريدك انت تجاوب زين، انا دا اسال ليش اجاوب اني؟ اني اللي القى اجابات له واقتنع بيها اني، انا راح انزلكم اياها، بس من اسال اسئله واكو ناس يجاوبون والجواب ما اقتنعت به ما اقدر يعني ما اقدر انزلكم اياها. بصراحه لاحظت بانه الفتره اللي صارت بها كورونا الاساتذه قاموا اساتذه المعاهد والجامعات قاموا ينزلون محاضرات، وشفت محاضره اخيره لاحد الدكاتره المصريين بصراحه شرح موضوع الثريفيس وطانا معلومات كلش وافيه. طبعا هذا كمل ملفات الرني كمل وياكم، شفت معلوماته كلش وافيه. خلي ندير الكاميرا ما اعرف شلون، شفت معلوماته كلش وفيره حول الثريفيس بصراحه. مع العلم يعني الدكتور هذا المشكله الدكتور ده يشرح ومتعب نفسه تقريبا ساعه وربع، انا تابعت الفيديو وعدته مرتين، تلقى بالاحد الطلاب من ورا يرزل بيه يعني يأنبه ويطرده خارج القاعه زين. ليش انت جاي تطلب علم والاستاذ عمره فوق 70 وتعبان مبين عليه بس عنده معلومات علميه وفيره؟ احنا مجتمعنا مع الاسف ما قام يتقبل المعلومه، واللي رايح للدراسه معهد او كليه يدور شهاده فقط، مع العلم هو دخل مجال تدخل به ما له نهايه، تقدر تفرعات هوايه وتريد تشتغل رزق هوايه. مع الاسف المجتمع اصبح سلبي، الانترنت مكان ما يكون هو عون انه اصبح نقمه علينا ونقمه على اولادنا. مع الاسف تلقى تروح على خصوصا التيك توك، وانا اشجع يلغي التيك توك لانه فاشل فاشل فاشل، يقترح عليك فيديوهات غصبا ما عليك تشوفها، وبالنتيجه افكارنا راح تتغير، افكارنا كلها سلبيه، نحكي هذا قتل فلان، هذا سوى فلان، هذا ذبح فلان، هذا سوى هيك، هذا سوى، يعني كلها بصراحه افعال سلبيه. ما شفنا التيك توك برازلنا فد موهبة شخص، فد إبداع شخص، فد جهاز جديد، فد علم جديد، تسقيط يلقون فد خبر بالبلد فاشل يصعد الكياء وصار ترند، كيفين الترند؟ ما شفنا بفد يوم رجل علم طلع عنا ترند، كلها مواضيع فاشلة، كلها مواضيع حشاكم سخيفة، وبصراحة ملينا من الانترنت. يعني أنا هسه أقول لو نرجع على قبل ماكو انترنت احسن لنا، لانه المجتمع صار سلبي، المجتمع يعني طلع من الطريق مع الاسف بالوقت اللي دا نتعب حتى نوصل معلومه، حتى نفتح باب رزق الناس، حتى نساعدهم وافكارهم، نشوف علم ماكو، علم انتهى. انا برايي العلم انتهى، يعني اذا نتوقع احنا نصعد ويا باقي الدول لا بالعكس، احنا اذا بقينا على الوضع زين واحتمال نتراجع، مو بس بلدنا لا كل البلدان، لان عقليتنا اصبحت متخلفه، عقليتنا يعني كارثيه والله العظيم. نشك ماكو تعيين وماكو وظيفه وماكو، يا اخي مو بالضروره، يعني الصين مليار وشويه كلهم موظفين، شو كلها تشتغل صناعه وابداع، وش تريد جهاز يسوي لك يعني ليش احنا ما نصير مثلهم؟ ليش احنا ما نصير مثلهم؟ يعني والله
والله العظيم تعبنا حتى نفسيا. تشوفون دا احكي وياكم انا تعبان نفسيا بصراحه، دا امر بازمه نفسيه من وراء الانترنت. يعني اتمنى الناس هاي هالشباب تتعب تاخذ نصيحه، والله يكون بعونكم وبعوننا. احنا تعبانين تعبانين تعبانين، الله يعيننا عليكم ويساعدنا ويساعدكم، ونتكاتف ونوصل الى 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 الدول الباقيه اللي اشتغلت وصنعت. يعني باوع على باكستان والهند، شوفوا مكان تعبان جاب الالمنيوم جاب التورن سوى ما ادري شنو، صنع لك بنكه ودزلنا اياها. ليش احنا ما نصنعها؟ شوف ادواتهم كلها بسيطه، دق دق وقصقص وهاي طلع لك فشي زين. صراحه تعبانين كلش احنا، وانا راح اختفي فتره شهر هيك لانه اريد نفسيتي ترتاح. السلام عليكم.